في مباراة خصصت مداخلها لضحايا زلزال الحوز وبحضور تلاميذ الإقليم ووالي جهة مراكش أسفية، الكوكب المراكشي ينتصر على الوداد الفاسي في إطار الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية في قسمها الثانية، معززا بذلك صدارته بعد تحقيقه النقطة التاسعة من ثلاث جولات في هذا الموسم. أولا كنشكر نادي الكوكب المراكشي شكر خاص حيت قدموا لنا هذه الدعوة، من هاد التلاميذ زاروا لأول مرة ملعب مراكش الكبير. وحاجة أخرى في هاد الدعوة هذه اللي زوينة فيها أنه التلاميذ النفسية ديالهم كتنفس من بعد الفاجعة اللي عاشوها ومن بعد الضغوطات النفسية اللي كثيرة بزاف اللي عاشوها في المساكن ديالهم. الحمد لله كاين تحسن بالنسبة للتلاميذ، اليوم كانوا فرحانين بزاف بعد الحضور لأول مرة كيحضروا الملعب مراكش الكبير وكيشاهدوا مباراة الكوكب المراكشي اللي فريق كبير. وبالنسبه للتلاميذ راه كاين تحسن ان شاء الله وراه فرحانين بهذه الدعوه هذه. ومره اخرى كنشكروا السلطات اللي ساهموا في تنجيح هذه الدعوه هذه من الكوكب المراكشي، والتلاميذ راه فرحانين كما قلت لك.